اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني اكون معايا كل من الكابتن وليد صلاح. كابتن وليد اهلا بيك ومشرفنا ومنورنا. حبيبي يا كابتن تامر، انت اللي منور وانت طيب ورمضان كريم يا رب. ايضا بيسعدني ان يكون معايا الكابتن سامي الشيني. كابتن سامي اهلا بيك مشرفنا ومنورنا. وحشتك يا كابتن، ربنا يخليك. ليك طبعا والكابتن وليد، كل سنه وانت طيب. طيب يا رب دايما بخير باذن الله. دائما وابدا مباراه القمه لا تعرف الافضل مين ولا تعترف بالتاريخ، ده صح؟ مليون في الميه، عشان كده هي قمه. ديربي كرة المصرية، كلاسيكو العرب، أقوى مباراة في أفريقيا، الكلاسيكو اللي الشرق الأوسط كله بيتابعه، متهيألي في أماكن في أنحاء العالم كله، في أمريكا وفي أستراليا وفي كندا، ناس في العالم كله أهلاوية وزملكاوية، ودي أحلى حاجة. أنت قول لنا الأرقام كده بتاعت الكاس هتعرف منها التاريخ. على الاهلي والزمالك اقوى فرقتين، ومش من مصلحه حد ابدا ان فرقه تقع لحساب فرقه. انت شايف الزخم اللي احنا فيها كابتن تامر، شايف التحفه اللي احنا فيها. احنا بنتكلم على المباراه قبلها باسبوع، بص تحس ان في عيد في مصر، بكره عيد في مصر، ناس كلها وزخم غير عادي، والاهلاويه والزملكاويه بيستعدوا، وأجواء جميلة جدا. كل كباتننا الكبار في السعودية دلوقتي، شكرا لكل المسؤولين في السعودية البلد العزيزة والشقيقة، شكرا لكل المسؤولين عن الرياضة، حاجة جميلة جدا. يعني الواحد سعيد جدا، كله مستني بكرة، يا رب إن شاء الله تكمل على خير، والفرقتين يقدموا لنا وجه حقيقي للكرة المصرية، يا رب إن شاء الله. كابتن سامي، قبل ما أدخل في الفنيات بالنسبة للأهلي والزمالك وتشكيلة الأهلي والزمالك، هل في أفضلية لفريق على فريق قبل اللقاء الغد؟ بص، يمكن أنا هتكلم مش هتكلم قوي على حتة الفني قوي، غير أنا هتكلم على حتة الاستقرار. في استقرار في النادي الأهلي، مدير فني بقاله سنتين مع الفرقة، مدير فني عرف اللعيبة اللي معاه، الراجل خلاص بنسبة 80-90% التشكيل حافظه من فترة كبيرة جدا، عارف بيحرك اللعبة ازاي، بيدي راحات ازاي، عارف البودلة ومين بيلعب فين. عندك النهاردة في اكتر من جوكر موجود، فبيحطهم في الاماكن اللي هو عارفها، عكس الناحية التانية الراجل لسه بقاله 3 ماتشات وحصل له مشكلة في اخر المباراة الاخيرة اللي هي سوار اللي اتلغت دي. كان الراجل، انا عارف من جوه ان الراجل ضايق جدا، كان نفسه جدا ان المباراة تتلعب، لان كان يجرب بعض اللعيبة ويجهز بعض اللعيبة. النهارده واحد زي فتوح ما كانش جاهز بنسبة كبيرة جدا، بتتكلم واحد زي مصطفى شلبي كان برضه محتاج انه يجهز. كان عندك مجموعة، محمود علاء موجود، عندك الجزيرة، عندك مجموعة كانت بعيدة بشكل كبير جدا، الراجل عايز يجهزها من شيكابالا كان عايز يحطه، فبالتالي الراجل لسه بيتحسس. هو فترة من فترات كان بيلعب بعينين احمد مجدي، يعني احمد مجدي المساعد هو اللي كان في بعض الاوقات بيقول له ده بيلعب يمين ده بيلعب شمال، يعني هو ما يعرفش ان الزناري باك يمين، هو الزناري احنا عارفينه مساك، عمر جابر بيروح باك شمال، صح ولا غلط؟ فالنهارده بتتكلم على انه كان فتره فترات الراجل بيبقى بيشتغل مع احمد مجدي. طب الراجل امتى يحط ايده على الفرقه؟ لما نيجي نتكلم على الفنيات هنتكلم في حاجات اكيد هيبقى ليه قناعات ثانيه غير قناعات في الموضوع. هي بقى المشكله كلها ان هنا استقرار، والراجل بقى له 3 ماتشات بيكسب نادي الزمالك، اول مباراه لجوميز فضغوط كبيره عليه، لسه بقاله 3 ماتشات مع الفرقه، الاداء ما كانش مقنع بنسبه كبيره باستثناء الشوط الاول من ابو سليم، لكن مباراه الاسماعيلي متوسط، مباراه الداخليه متوسط، ابو سليم الشوط الاول كان جيد جدا، فهنشوف ان شاء الله المباراه بتاعه النادي الاهلي. طموحات الزمالك واستعداده لهذا اللقاء في سياق التقرير التالي. عهد جديد يسعى من خلاله فريق الزمالك لطي صفحة الماضي والفوز بأول ألقابه تحت قيادة مجلسه الجديد في قمة الأحلام التي يشهدها ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض. كأس مصر النسخة 2022-2023 يحلم فريق الزمالك بحمله في الاحتفالية الخاصة في المملكة العربية السعودية بمرور أكثر من 100 عام على أقدم بطولة في الشرق الأوسط، البطولة التي انطلقت قبل 102 عام وحقق الزمالك أول ألقابها، ويسعى للفوز باللقب 29 في تاريخه وفك الارتباط مع الأهلي بعدما تواجد الغريمين في النهائي 20 مرة، تبادل كل فريق الفوز 9 مرات وتقاسم البطولة مرتين، ويبحث الزمالك عن الفوز رقم 10 على الأهلي في نهائي كأس مصر.
الزمالك الذي ظل 59 عاما دون تحقيق أي فوز على الأهلي في نهائي كأس مصر تخلص من العقدة في 2015 عندما تفوق بفضل ثنائية باسم مرسي لتنتقل العقدة إلى الأهلي بعدما تذوق طعم الهزيمة 3 مرات في نهائيات كأس مصر أمام الزمالك أعوام 2015 و2016 ثم نهائي نسخة كأس مصر 2020-2021 وهي آخر ألقاب الزمالك في البطولة ويحلم البرتغالي جوزي جوميز بكتابة شهادة ميلاده كمدير فني مع جماهير الزمالك وإهدائهم البطولة الأولى له متسلحا بالصفقات الجديدة التي تواجدت في قائمة فريقه للمباراة وعلى رأسها ثلاثي الأهلي السابق عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي بجانب 5 لاعبين تواجدوا في قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة وهم محمد عواد ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفى شلبي وأحمد زيزو فيما شهدت القائمة غياب 9 لاعبين وهم الفلسطيني ياسر حمد والأوغندي ترافيس موتيابا وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية. الزمالك الذي سبق له الفوز على الأهلي لأول مرة في بطولة تقام خارج مصر وهي كأس السوبر الأفريقي 1994 يحلم باستمرار تفوقه خارج مصر والفوز ببطولة كأس مصر التي تقام لأول مرة خارج مصر. شيكابالا قائد الزمالك يحلم بحمل كأس مصر للمرة السادسة وتقديمه هدية للجماهير بعدما احتفل مع زملائه بعيد ميلاده أمس تكون الكأس أجمل هدية في عيد ميلاده 38. كابتن وليد الغيابات المؤثرة في نادي الأهلي أكثر يعني ياسر إبراهيم غياب ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وأيضا أسامة أبو علي غيابات مؤثرة وأليو ديانج أيضا وغيابات مؤثرة في نادي الأهلي قبل اللقاء. يعني أنا بشوفها دايما في النادي الأهلي غيابات مؤثرة بس بنسبة مش كبيرة لانك بتلاقي البديل اصلا هو ما بيتقالش عليه بديل هو اصلا لعيب اساسي. يعني احنا شايفين الموقف واضح جدا عند محمد الشناوي ومصطفى شوبير. محمد الشناوي حارس مرمى مصر الاول منتخب مصر والنادي الاهلي لكن لما غاب انت حسيت باي حاجة؟ حسيت باي هزة في خط الدفاع؟ حسيت باي هزة في حراسة المرمى؟ لا. وبكرة ان شاء الله مصطفى شوبير ربنا يكرمه ويعمل مباراة كبيرة. نفس الكلام رامي ربيعة بيطلع من احسن اللعيبه اللي موجوده في كل المباريات اللي مش موجود فيها ياسر ابراهيم. نفس الكلام على كل المستويات بقى نص الملعب يلعب اليو ديانج يلعب السوليه يلعب احمد نبيل كوكا يلعب محمد مجدي قفشه يلعب اللي يلعب النادي الاهلي بيتاثر. خلينا نتكلم كوره يعني مثلا لو علي معلول مش موجود وقدامه مثلا حسين الشحات مش موجود جابها كامله غايبه يتاثر ولكن يتاثر بنسب قليله جدا. على العكس ناحيه الزمالك 6 صفقات لم تكن موجوده في الزمالك بس ما لعبوش باسلوب كبير يعني اعتقد الامور موجوده في نادي الزمالك مهيئه للمباراه اخر مباراتين تحديدا مباراه الداخليه ومباراه الاسماعيلي. بص انا هقسم الصفقات نصين نص خبرات كبيره قوي ودي ثقه كبيره جدا للفرقه عبد الله السعيد عبد الله على ناصر على احمد حمدي بتتكلم جزء على محمد شحاته ورجع سيف فاروق جعفر عنده خبرات شويه وبعدين الجزء الثاني بقى بتاع محمد عاطف بتتكلم على مهاب بتتكلم على ياسر حمد زياد كمال مصاب الجزء اللي هو بتاع عبد الله وبنتكلم على شحاته وبتتكلم على ناصر واحمد حمدي ادي تقل للفرقه خلوا في شخصيه تقلت بزيزو بشكابالا بفتوح بنتكلم على المجموعه اللي موجوده مصطفى شلبي برضه بدا يخش جزيرة عنده خبرات ناصر منسي بدا يبقى ثقه فرقه نادي الزمالك بدات تتقل كشخصيه فريق وتتقل بان عندك دلوقتي 3 صناع لعبه 4 تقال جدا ممكن تحكمه في الريتم بتتكلم على كمان اوباما كان في ظل تالقه كان من الناس المميزه فالصفقات دي لا تقلب بشكل كبير نادي الزمالك في المباراه بتاعت بكره دي اللي مخلياني مرتاح. انا فتره كنت بخش ماتشات الاهلي والزمالك لا في عدم ثقه شويه في بعض الاوقات كنت اقول لك المباراه ممكن لا توصل ضربات الجزاء ونكسب لا دلوقتي ممكن اقول لك ممكن الزمالك يكسب بكره من غير ضربات جزاء من بدري لان بقى في شخصيه للفريق بقى في تقل بقى في ناس ممكن تحت الضغوط تستحمل عشان كده بقول لك الصفقات اللي جت جزء منها ادى ثقه وجزء لسه محتاج ماتشات عشان ياخد الثقه. الاكثر بدنيا وجاهز بدنيا مين؟ لا النادي الاهلي اقرب في كل شيء النادي الزمالك القصه ببساطه شديده الاهلي الاكثر استقرارا فنيا
اللعيبة عندها تجانس، بتلعب مع بعض بقالها سنين، عدت بالمواقف دي كتير، خبراتها بدنية لو استمر الموضوع لنص ساعة بعد المباراة. الفرقتين بدنيا أقوية والأهلي بدنيا قوي جدا، بس هي القصة في إيه؟ سامي قال نقطة مهمة جدا، إن أنت عندك صفقات جديدة، الصفقات دي محتاجة إنها تصدق اللي حصل. نادي الزمالك نفسه عايز يعمل مباراة كبيرة ويحرز الكاس عشان يصدق إن اللي هو بيعمله ده صح. من أول مجلس الإدارة استقرار، عهد جديد، جايب صفقات جديدة، لعيبة قدامها تحدي حقيقي. انا النهارده جايب عبد الله السعيد وجايب ناصر وجايب احمد حمدي وجايب كلهم اسامي هايله، لكن مين اللي هيخلي الموضوع يتصدق انك تروح في اختبار حقيقي قدام الاهلي وتكسب الكاس؟ هنا مجلس الاداره هيصدق ان اللي عمله ده صح، اللعيبه هتصدق ان في لعيبه تقيله جت تقلت الفرقه. على الجانب الاخر انا قلت الكلام ده في القضيه ممكن 2019 2020، قلت مباراة غاية في الأهمية لجيل النادي الأهلي إنه يكسب المباراة دي تحديدا، نهائي أفريقيا في استاد القاهرة، لأن الجيل ده كله هيروح في حتة تانية، حسين الشحات ومجدي قفي وقد كان ومحمد عبد المنعم والمجموعة دي. مباراة بكرة مهمة جدا جدا لكل فريق إنه يصدق إنه هو أقوى من الفريق التاني. النادي الأهلي عليه إنه يقابل الطموح الكبير ده والرغبة الشديدة من عبد الله السعيد ومن ناصر ومن احمد حمدي ومن ايا كان اللي هيكون موجود في نادي الزمالك، لازم يقابله بقوة كبيرة جدا علشان يخلي نادي الزمالك المنافس الاول ليه ما يصدقش اللي هو بيعمله. هكلمكم على النواحي الفنية والتكتيكية بالنسبة للاهلي والزمالك وتشكيل كلا الفريقين بعد ما نشوف تقرير وطموحات واستعدادات النادي الاهلي لهذا اللقاء. يحلم فريق الأهلي بمواصلة هيمنته على لقب كأس مصر في نسختها رقم 91 في المباراة النهائية التي ستجمعه بالغريم التقليدي الزمالك مساء الجمعة المقبل على كأس مصر 2022-2023، وهو النهائي الذي يشهد قمة من نوع خاص لأول مرة في تاريخ كأس مصر على مدار 102 عام، كونها ستقام خارج مصر وتحديدا بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب الأول بارك. الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية بالفوز على بيراميدز، يسعى للحفاظ على لقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه لتكون البطولة رقم 150 في تاريخ ألقابه وبطولاته الكثيرة ومواصلة استمراره كأكثر الأندية في العالم تتويجا بالبطولات. الأهلي الذي صعد للمباراة النهائية بعدما تخطى منتخب السويس في دور 32 ثم الداخلية في دور 16 والمصري في دور 8 وأخيرا أمبي في الدور النصف النهائي ليواجه الزمالك للمرة 33 في كأس مصر ويسعى للفوز رقم 17 أملا في الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. ويخوض الأهلي قمة الجمعة بقائمة من اللاعبين القادرين على تحقيق اللقب، على رأسهم 10 لاعبين تم تواجدهم في قائمة المنتخب الوطني الأولية وهم محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، وكريم فؤاد، وأكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا. فيما سيغيب عن القمة الحارس الأساسي محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وآليو ديانج وكريم الدبيس ووسام أبو علي. السويسري مارسيل كولر يسعى لتأكيد تفوقه المستمر على الزمالك والفوز بالقمة الرابعة في تاريخه بعدما سبق وفاز على الفارس الأبيض 3 مرات من قبل الموسم الماضي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن سامي، في البدايه قولي تشكيل فريق نادي الزمالك اللي حضرتك متوقعه واللي هيلعب بيه جوزي جوميز او الافضل لنادي الزمالك. بص، في الماتشات الكبيره دي واكيد وليد عارف القصه دي، المجازفه مش مطلوبه.
مجازفه، لازم يبقى في التزام بشكل كبير جدا وتقرا الفرقه اللي قدامك، وفي نفس الوقت تختار التشكيل اللي يتناسب مع الوقت ده. انت بتلعبش على ثلاثه بونت، بتلعب على بطوله. يعني في ممكن لما تلعب على الدوري ما فيش مشكله انك تفتح جيم وتشتغل خطوط مفتوحه وتلعب جيم مفتوح وتضغط من قدام، لكن في حته الكاس دي انت بتستنى الخطا، بتستنى المشكله فين وتبدا تكسبها من المنطلق ده. فبالتالي النهارده لا، الزمالك كان عشان يلعب ويقفل بشكل كبير عمر جابر حراس المرمى الاول، حراس المرمى صبحي لانه بيلعب بالفتره اللي فاتت، لكن الاثنين زي بعض، عواد او صبحي. انا بقول صبحي، اختار لي واحد عشان اتكلم. ما قلت صبحي. تمام. عندك ناحيه اليمين بنتكلم على عمر جابر. ناحيه الشمال فتوح، وفتوح عشان خبرات مش جاهز بنسبه كبيره، لكن اللعيب الكبير ووليد خبره في الحته دي، ما بيجريش كتير، بيعرف يختار امتى يتحرك وامتى يقفل وامتى يعمل سبرنت. ففتوح بنسبه كبيره يبقى هو الموجود. تمام. اثنين، بحب قوي اقفل باثنين نص ملعب، ما احبش يبقى في واحد ما بين او لا، يعني ما احبش حتى يبقى ما بين او لا، رؤى ودونجا اثنين يشيلوا، حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي دول الاثنين، دول بيلعبوا على طول، دول اساسي. فالنهارده نص الملعب بتتكلم على دونجا، بتتكلم على رؤى، خلاص ده دول الاثنين عشان يشيلوا الباقيين. لان انا وليد كان بيتكلم على جبهات، انا هشتغل على ترحيل، فاهمني ازاي؟ في فرق ما بين ان انا هشتغل على جبهه وفرق ان انا هشتغل على ترحيل في مكان. فالنهارده عبد الله السعيد هيبقى قدام الاثنين دول، وحط عبد الله لان ممكن يلعب على مروان، لان الاثنين بتوع الديفندر ممكن ياخدوا الاثنين بيلعبوا تمانيتين. تمام. وبتلعب بزيزو على علي معلول، وبتلعب بمصطفى شلبي الناحيه الثانيه، سواء بقى محمد هاني او اكرم توفيق. نعم. والفيرود الصريح بيبقى نصر المنسي. نصر المنسي. كابتن وليد، تشكيل الاهلي: مصطفى شوبير حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، رامي ربيعه وعبد المنعم سرد باكين، مروان عطيه على يمينه السوليه، على شماله امام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات. انا كنت اتمنى كهربا لكن هو موديست بحكم يعني قرايتنا المستر كولر. اللي انت عايزه، اللي انت تفضله. لا، اللي انا افضله كهربا طبعا. كهربا. بس يعني مش ده اللي هيحصل، يعني خلينا ننقل اللي هيحصل احسن. موديست غالبا، وهي دي التغييره الوحيده. في تغييره في نص الملعب، كان في راي بيقول انه احمد نبيل كوكا او مجدي قفشه، ايوه كوكا. او مجدي قفشه او تلعبها بعد ما احمد نبيل كوكا طلع بره، هو متهيألي المركز هيكون حسم لعمرو السوليه، الاكثر خبره، عنده تصويبات عاليه جدا، موفق جدا في مباراه الزمالك، خبراته كبيره جدا. بس اتمنى ان مستر كولر يخلي عمرو السوليه هو اليمين وامام عاشور شمال. في ساعات دايما التمانيات عامله زي السردباكات، في سردباك شمال وسردباك يمين، تمانيه يمين وتمانيه شمال. في بعض الاوقات اللي السوليه لما بيلعب مع امام عاشور بيودي امام عاشور هو اللي تمانيه يمين، ويخلي السوليه على عدلته في تمانيه شمال. ده انا ما بفضلوش، بفضل ان امام عاشور يكون في احسن مكان ممكن يؤدي فيه، اللي هو 8 ناحيه الشمال، عشان لما يقطم كده. ده لو موجود كوكا، لو موجود كوكا يودي مروان عطيه وتخلي امام عاشور يمين وكوكا شمال، لكوكا اشول لو بيلعب الاثنين مع بعض، لو كوكا ومروان عطيه. لو بيلعب مروان سته كده كده. تمام. قولا واحدا، كوكا لو موجود، لو موجود بيخليه شمال وامام عاشور شمال، وامام عاشور يمين، او ديانج يمين وامام عاشور شمال، او قفشه ساعات يمين، يعني حتى لو ما بيلعبش ب 10 يلعب قفشه يمين وامام شمال. بس انا ساعه السوليه حصلت قبل كده كذا مره، فامام بيجيبه يمين عشان يجيب عمرو السوليه في مكانه الطبيعي اللي هو شمال. ده بياخد من امام حاجات كتير، ان هو بيضطر ينقل على رجله الشمال، يروح كتير يقطع الملعب ناحيه الشمال، ما بيبقاش مستريح بنسبه كبيره. هكلمكم كابتن يعني بتحليل اخر او شكل اخر للاهلي او الزمالك. هبدا مع حضرتك بالزمالك، بدل حضرتك بحراسه المرمى محمد صبحي. عايز الافضل في بناء الهجمه والتعامل مع الكرات العاليه، ازاي بتعامل في الافضل للاهلي ولا للزمالك؟ الكرات العاليه، من الكرات العاليه وبناء الهجمه من الخلف. بص، هو في الماتش ده، في المباراه دي بالنسبه لنادي الزمالك، انا ما بحبش انك تبني من تحت، لان عندك مشكله كبيره جدا لو ضغط عليك على المسلوسي او بنتكلم على حسام عبد المجيد، يبقى عندك ازمه في البدايه من تحت، لان النهارده النادي الاهلي عنده حته الضغط بنسبه كبيره بتبقى مميزه. فالنهارده لا، بشتغل على اللعب الطويل، او لو بدات تبدا اتحرك على يميني، على يمين الملعب، على يمين ببدا من عمر جابر، لان زيزو عنده سرعات يقدر ينزل، عندك عبد الله السعيد. لا لا، انا بتكلم دلوقتي على حراسه المرمى في البدايه، يعني حراسه انت حضرتك صبحي. لا، تعاملاته مع الكرات العاليه وتعاملاته مع بناء الهجمه. ما على فكره، على فكره ما هو صبحي وعواد المقاس بتاعهم قريب من بعض، الكرات العاليه في الاثنين زي بعض. الافضليه للاهلي ولا للزمالك؟ انا بتكلم في الافضليه، بقارن ما بين الاهلي وبين الزمالك، ما بقارنش بين صبحي وبين عواد. انا بقول لك الكرات العرضيه ولا الكرات الثابته، ولا بتتكلم على انهي كره؟ بدايه الهجمه من عند محمد صبحي، بدايه الهجمه من رجله، ولا الكرات العرضيه على محمد صبحي؟ الاهلي افضل ولا على الزمالك؟
ده اللي بتكلم فيه، مقارنه بين الاهلي والزمالك مش بين محمد صبحي ومحمد عواد. لا ما هو مقارنه بالاهلي والزمالك النهارده في الكرات العاليه في ميزه في حسام عبد المجيد، وفي في ميزه في محمد عبد المنعم. فحسب الكرات الثابته، انا بتكلم على الكرات الثابته، عندك ميزه ان هنا حسام عبد المجيد من افضل الناس اللي في مصر بتلعب بدماغ. عندك ميزه الناحيه الثانيه ان يعني محمد عبد المنعم بيقطع القريبه وبيخلص، فعشان كده هي مش واحد دفاعي. على فكره دي في الحارس المرمى بنسبه كبيره ما بيطلعش في الكرات دي، الكرات دي بتبقى عباره عن انت بتمسك مان اطوال مع اطوال، في نفس الوقت انت قبل ما بتشتغل على فرقه بتبقى جايب الكرات الثابته بتاعتها من فترات كبيره من ورا، فبتمسك المان. اسهل انا كابتن الاثنين قلبين الدفاع مع حارس المرمى، اسهل ايه في الكرات العرضيه على حارس المرمى. لا الاهلي في الاهلي افضل، الاهلي لان المستوسي بنسبه كبيره بدماغه ما بيلعبش كويس. لكن رامي وعبد المنعم اتنين كويسين. نعم. لكن في نفس الوقت انا النهارده ممكن ارجع ناصر منسي يمسك واحد من الاطوال، عندك النهارده دونجا بيلعب بدماغه كويس، رؤى لو موجود لعب بدماغه كويس. فعلى فكره في ناس بتشيل ناس، يعني في عندك مميزين في النادي الاهلي واطوال كويسه قوي، بس انا مش شرط اخلي المسوس اللي يمسك. نعم. طول من الاطوال ممكن ارجع ناصر منسي يمسك طول من الاطوال. تمام. ما انت كمدرب لازم تقرا الاطوال بتاعت الفرقه قدامك، وبيجي لك قبل المباراه الفرقه فبتحدد مين مع مين. لو فرق مش مصريه زي ما كنا بنشتغل احنا بتبقى شايفه قبلها بتنزل بالرقم، لكن بالاسم لما باجي مع فرقه نادي الزمالك او نادي الاهلي يبقى بالاسم. ثاني حاجه زي ما قلنا في العرضيات، على فكره مهما كان الحارس المرمى قوي جدا في العرضيات بنسبه كبيره في وقت كتير ما بيطلعش. ليه؟ لان هو ساعات بتبقى في مشاكل يقول لك لا عندي مسكين طلع ممكن اطلع فتعدي فرشيل، يقول لك لا سيبها للاطوال والالتحامات اللي بتبقى موجوده جوه ال 18. اذا تعامل قلبي الدفاع مع حارس المرمى في الاهلي افضل من الزمالك كاطوال. المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي كافراد ومنظومه افضل ام نادي الزمالك؟ هي بصوا بتعتمد على حاجات كتير، منطقه الضغط بتاعتك فين ده يهمني جدا جدا جدا، هل مستر جوزيه جوميز هيضغط على النادي الاهلي بطول الملعب ولا لا، هل مستر كولر هيضغط على نادي الزمالك بطول الملعب من البدايه ولا لا، ده يهمني جدا اشوفه. لكن كمنظومه دفاعيه مكتمله الاهلي مليون في الميه اقوى بكتير. نعم. جماعيا وفرديا الاهلي، انت دايما لما تيجي تتكلم على خط الدفاع لازم تتكلم على الثلاثه اللي قدامه، الثلاثه اللي قدام خط دفاع النادي الاهلي ملتزمين دفاعيا جدا. وكل واحد عارف ادواره بالظبط هو بيعمل ايه، يعني في الترحيل في النادي الاهلي كويس قوي، تغطيه مروان عطيه ورا الباكين خصوصا ورا علي معلول لانه بيبقى واخد مهام ورا علي معلول تحديدا علشان برضو السن بتاع علي، عشان قدرات علي الهجومية الرهيبة. نعم. خد بالك جبهة الشمال عند النادي الاهلي قوية جدا هجوميا، فبالتالي عايز تأمنها دفاعيا، بأمنها باتنين بمروان وبمحمد عبد المنعم. بيتوقع بسرعة، قاري سريع جدا عبد المنعم في السرعات الطويلة مع اي مهاجم. نعم. بيعرف يرجع السرعة بتاعته. ظاهرية الجنب من نواحي الدفاعية والهجومية بالنسبة للزمالك افضل من الاهلي؟ الخبرات او يعني جابها كامله. بص خلينا نتكلم برضو على الجاهزيه، انت بتتكلم على علي معلول وبتتكلم ممكن بالنسبه كبيره محمد هاني، بتتكلم هنا على فتوح، بتتكلم على عمر جابر. على عمر جابر صح ولا لا؟ واللي امامهم ما هو اللي امامهم كمان، ما هو اللي امامهم مصطفى شلبي، ما هو اللي امامهم قلب شارع بتاعت نص ملعب، فالامام في اتنين ديفندر والطرفين اللي قدام زيزو ومصطفى شلبي، عشان كده بقول لك ايه في فرق ما بين بتاعت وليد وفرق ما بين بتاعتي. وليد هيشتغل على جبهات، ثلاثه في جبهه، اشتغل على ثلاثه في جبهات. انا بالنسبه لها اشتغل على ترحيل. ان انا اتنين الديفندر بيرحلوا حسب اتجاه الكوره، وعبد الله بياخد الديفندر اللي هو بنتكلم على الراجل سواء مروان، فعشان كده انا بقول لك الطريقه بتاعتي الاثنين هيضموا، انا هعمل ستارتين. انا هتكلم بقى كراجل أيوة فرقه عشان احمي خط دفاعي، هعمل ستاره قدامه. تمام. انا لازم يرد زيزو على طول جنب دونجا وجنب رؤى، هو مصطفى شلبي فيبقى اربعه هيقابلوا النادي الاهلي. لو زاد الطرفين مع اتنين ديفندر هيبقى اربعه، وعندك الاطراف اللي هم اللي ورا التلاتة اللي قدامها قابلهم أربعة من بتوعنا، بنتكلم على لو سواء بيلعب الشحات أو بيلعب الناحية التانية بيرستاو، بتتكلم على فيرود، بتتكلم على الراجل مودس، هيقابلوا الأربعة المساكين، فبالتالي أنا عملت ستارة قدام الستار. هنا بقى عبد الله السعيد هيشتغل على مروان عطية، اللي هو ما يخليش مروان عطية ما يستلمش أو يبدأش الهجمة. تاني حاجة ناصر منسي لعب على الاتنين المساكين، فالنهارده هلعب 4-4-1-1، دي طريقه لعب اللي انا بقول لك دي اللي تقتل بيها الجيم، انك تطول مع النادي الاهلي، عايز تكسب النادي الاهلي ما انا بقول لك 4-4-1-1 4-4-2 انا بقول لك عشان 4-4-2 لو هيضغط على الاثنين مساكين واحد يروح والتاني يبقى تحتيه او الاثنين يضغطوا من قدام. فالنهارده نادي الاهلي عشان تكسبه طول مع الجيم، طول مع الاهلي لو جاب فيك هدف هيبقى مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك. النادي الاهلي راكب بقاله 3 ماتشات هو اللي بيكسب مع كولر 2-0 في 3-4-1، فعنده الثقه ازيد في الماتشات، ما تخليش الاهلي يجيب جول. انا لعبت مباراه السوبر في الامارات، لازم تطول مع النادي الاهلي وتوصله ان هو يبقى عنده مجازفه هجوميه،
تبدا تلعب على الحته دي انك تحاول تخلي النادي الاهلي اللي جاسب فتكسب. عايز اخد من كلام الشيشيني عشان نربطها بس. اتفضل. ده بيقول ان الاهلي لازم يضغط من الاول. يعني بص اركب بس الكلام مع سامي صح مليون في المية اللي هو بيقوله. النادي الاهلي عشان ما يخليش الزمالك يطول معاه المباراه لازم تخش الجيم راكب من الاول. بالظبط زي ما عمل في السوبر والكره اللي اتقطعت من برونو سافيو جون 1-0 في اول 10 دقائق خلاص الموضوع انتهى. الجيم بقى بيختلف. السيناريو بيختلف خالص. خلاص بقى تعالالي وانا هرد في نص ملعبي. دي الثلاث ماتشات اللي الاهلي كسب فيهم المره في اول بادئ. يعني هو اللي بادئ جاب الاولاني في الاولاء في المباراه بتاعت بس في مره فيهم اوسوريو يعني انتحر. ما هي ما ده بقى دي الاخطاء. 4-1 لعب 4-1 4-1 اللعب بفتوح ديفندرت. لا جوميز اكثر دفاعيه من لا اكثر بس بيضغط على كل لا اوسوريو على فكره قبل المباراه دي هو ما كانش كده. قبل المباراه ما كانش بيلعب بالطريقه دي. هو فجاه راح بيلعب فتوح لوحده. ما فيش حد تاني مع فتوح لروقة ولا اي حد كان موجود. صحيح. كلنا اتصدمنا والاهلي راح جاب 3 جوان في اول شوط. ده ربنا سترها ان كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده بكتير لولا الشوط الثاني لم شويه عمل تغييرات يعني في بين الشوطين فالمباراه اتغيرت. بص عالي ازاي ده اللي احنا بنتكلم كان امتى في البدايه جدا. جاب الهدف الاول وراح جاب في اخر في الدقيقه 90 على طاقه كريم فؤاد جاب الهدف الثاني في المباراه دي فقتل الجيم. المباراه بقى اللي هي الثانيه بتاعت فيريرا لو تفتكر فيريرا غير الجبهه اليمين هو اللي استعجل الفوز راح الراجل لاعب كل خلص الجبهه وراح جاب 3 اجوان صح ولا غلط صح. لو تفتكر كانت النتيجه 0-0 والاثنين ماشيين مش عارف مين اللي هيكسب فجاه فيريرا عامل تغييراته راح شال بعتقد عمر جابر على عمرو السيسي فتح الجبهه ناحيه اليمين الاهلي استغلها وجي منها لو تفتكر الاجوان الثلاث اجوان اللي جت الماتش بقى التالت بتاع 4 لعب فتوح بس يعني الاخطاء هنا كانت بدايه مدربين الاخطاء هنا كان في اخطاء فالاهلي استغلها فكسب في المباريات الكبيره ما ينفعش يبقى في اخطاء المباراة الكبيرة لازم تطول الجيم مع النادي الاهلي ما تستعجلش فوز لان لو جاب هدف زي ما كنا بنتكلم كده هتلاقي النتيجة متغيرة تماما عشان كده سيب الاهلي سيبه يضغط وسيبه يلعب عندك مساحات سرعة مصطفى شلبي عندك سرعة زيزو عندك سرعة ناصر منسي فدي تخلي النادي الاهلي قلقان وعندك واحد بلاي ميكر ممتع اسمه عبد الله السعيد او ناصر ماهر يقدر يوصلك في ثانية عبد الله من غير ما يستلم بيلعب يعني ممكن تتلعب فجاه يروح حاطط لك انفراد فدي الميزه اشتغل في المساحات اللي ما بين علي معلول وعبد المنعم وما بين هاني وما بين رامي ربيع الحاجات دي كلها لما تخش وتشتغل في مساحات الزمالك يبقى مستريح يوصل قوه النادي الاهلي في خط وسطه بالثلاثي خط الوسط تحكم في رتم المباراه الكرات الطويله الرقابه استحواذ قوه النادي الاهلي في 4 حاجات 1 الروح خلاص دي على جنب دايما مباريات الاهلي الكبيره الفرقه بتبقى روحها في اعلى درجات ادي 1 2 الاهلي من الفرق الكبيره جدا 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 سواء في التحولات من الدفاع للهجوم او في الارتداد من الهجوم للدفاع ودي يعني فيها مشكله عند الزمالك فرقه كبيره جدا وهايله في التحولات من الدفاع للهجوم لو قطع الكوره وانت مهاجم لا عنده زيزو سريع عنده مصطفى شلبي حريف عنده ناصر منسي محطه كويسه عنده عشان كده كابتن لعب 2 دونجا وروق عشان كده العب على الترحيل بس ان انا اهم من ورا الناس اللي ممكن ما ترجعش بسرعه مليون في الميه بس الزمالك من فتره كبيره من ساعه اوسيريو وعنده مشكله كبيره جدا في العكس بقى في الارتداد من الهجوم للدفاع لا مش احسن حاجه ارتداد الاهلي عندك حسين الشحات بيرتد بسرعه وعندك مرسي بيرتد بسرعه ارتداد عالي ولا عندك الثلاثه هم اللي بيرتدوا بسرعه في وسط الملعب انت عندك الفرقه كلها بترتد بشكل بيرسي تاو من اهم المميزات اللي فيه اللي بتخلي مستر كولر على طول دايما يختاره في المباريات الكبيره هي الارتداد مع محمد هاني ونفس الكلام حسين الشحات كان في الاول ما بيعملهاش بقى بيعملها بشكل كويس جدا عشان كده تراهن على كل المباريات الكبيره اقول لك بيرسي تاو حسين الشحات كهربا ثلاثه دول انا عايز اكمل لوليد حاجه عشان كده اللعيب العشوائي التكتيكيه ما بقاش موجود في الماتشات دي اللعيب اللي تكتيكيه ما بقاش منظم ما بقاش موجود لا اللعيب ده الثغره اللي هلاقيها اي مدرب هيخلص عليك من ناحيتها وارتداد بقى كمان الثلاثه بتوع نص الملعب امام عاشور ارتداده طبعا مروان عطيه في ثانيه عمرو السوليه ارتداده بخبراته كبيره جدا هنا فيها مشكله شويه عند نادي الزمالك ارتداد عبد الله السعيد مع ارتداد مصطفى شلبي مش احسن حاجه عشان كده مأمن مش اقوى حاجه تأمن بدفندرين عشان كده تأمن باثنين مع اثنين مساكين مع طرف من الاطراف على الاقل يبقى في 5 بيدافعوا فاضل واحده في جبهه شغاله يعني فاضل واحده بس عنصر واحد اللي قلت لك قوه الاهلي الروح الارتداد من الهجوم للدفاع التحولات من الدفاع للهجوم واخر حاجه الريتم الريتم النادي الاهلي ما شاء الله الله اكبر
الريتم بيسرعه بشكل غير عادي. ده طبعا من بطولات افريقيا، من وصولك او وجودك في كاس العالم للانديه على طول. الريتم اول ما رامي هيحط الكره لهاني، هاني هيسند، هيحط بين هيحط بين السرد باك والباك، هتلاقي التحولات عاليه جدا، ولو كره اتقطعت الارتداد عالي جدا. انا قدامي دقيقه المباراه تكمل لبعد 90 دقيقه. لا الزمالك يكسب بدري في الشوط الاول او الثاني، خلص من بدري ان شاء الله. امال لعبت باثنين ليه؟ لا ما هو ما هو الاثنين ده مش عشان اوصل للبلاد. انت كابتن قلت لعبت اثنين عشان مش بلعب اثنين عشان مش بلعب اثنين عشان اوصل مباراه لحاجه معينه. انا بلعب اثنين عشان هو ما يخلصش بدري، عشان هو اللي ما خلصش بدري. بلعب اثنين عشان اقدر اخطف في الهجمات المرتده، اللي هيجيب هدف الاول هو اللي هيفوز باللقاء. مش شرط، بس انا بقول للزمالك ممكن المباراه تخلص 2-1، ما فيش مشكله، ممكن حد يبدا والزمالك يجيب، ما فيش مشكله. نفس السؤال سريعا، صح زي ما الشيشيني بيقول رقم واحد المباراه، مش شرط اللي يجيب جون الاول هو اللي يكسب. ادي واحد اثنين. لا طبعا انا عكسه تماما، الاهلي هيكسب وهيكسب بدري في 90 دقيقه. فكره بقى المباراه تروح لانهي سيناريو، وهي دي مباراه القمه. السؤال الاخير، من الافضل في ضربات الجزاء؟ انا بالنسبه لي لو صبح بدري اغير بعواد يبقى الزمالك كابتن. لا بتفق مع سامي، عواد بس برضو مصطفى يعني ما اظنش حطش في مواقف كده، لكن برضو خبرات الاهلي عاليه جدا. لا ضربات الجزاء ملهاش مقاييس، بس انا بتكلم على عواد عشان عنده خبرات قبل كده. كابتن وليد بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ووطنا، كل سنه وانت طيب. انت اللي مصالح وكل سنه وانت طيب، ويا رب بكره يوم سعيد على الكره المصريه، وان شاء الله يقدموا لنا شكل يليق بالكره المصريه ان شاء الله. كابتن سامي بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ووطنا. ده شرف ليا يا كابتن، ربنا يخليك. مبسوط جدا طبعا مع حبيبي دائما وابدا ممتنين يا كابتن. كل التوفيق ان شاء الله للكرة المصرية غدا بمشيئة الله، مباراة بين الزمالك والاهلي في نهائي كأس مصر ان شاء الله، مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية. دمتم في رعاية الله وامنه، وغدا ان شاء الله تغطية خاصة بعد هذه المباراة على ملعب اون. دمتم في رعاية الله وامنه، وتصبحون على خير.